مساك الله بالخير. مساء الخير ونمسي على السادة المشاهدين. بداية طبعا من خلال حقيقة قراءة البيان الختامي وجدنا أنه أكد في بداية حديث البيان الختامي على الموضوع الاقتصادي، والحقيقة تطرق البيان الختامي إلى مجموعة من النقاط الاقتصادية التي أكدت على أهمية التعاون الاقتصادي فيما بين المملكة وفرنسا، لا سيما كما ذكرت أنها تعتبران من الدول العشرين ومن الدول الاقتصادية المتقدمة في 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 على مستوى العالم. البيان الختامي أكد طبعا على أهمية تعزيز العمل المشترك والدفع بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون والمبني على المصالح الاقتصادية بما معناه، وأكد الحقيقة على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. نحن نعلم الحقيقة، أنا ما أبغى أقرأ البيان الختامي، أكيد أنه اطلع عليه الكثير من الناس، ولكن سأذكر بعض النقاط المهمة جدا الحقيقة في هذا البيان. نأتي في مقدمتها التأكيد على استفادة أو إشراك القطاع الخاص في البلدين في التعاون الاقتصادي فيما بين المملكة وفرنسا، وهذا الحقيقة يعني منحة جديد في العلاقات الاقتصادية ما بين الدول، وهو التأكيد على أنه القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، وبالتالي الاعتماد على القطاع الخاص بشكل أكبر من القطاع العام، نظرا الحقيقة لتوسع القطاع الخاص في المملكة للقيام بأدوار كبيرة جدا. وكذلك نعلم أنه فرنسا بلد اقتصاد مفتوح، وبالتالي يعتمد في اقتصاده على المؤسسات الخاصة أو على القطاع الخاص إن صحت العبارة، وهذا الحقيقة سيعزز من التعاون الاقتصادي فيما بين المملكة وفرنسا، لا سيما الحقيقة أنه هناك يعني مصالح مشتركة كثيرة جدا بين البلدين. تأتي بمقدمتها الحقيقة أنه المملكة تعتبر من أكثر الدول التي تعتمد عليها فرنسا في توفير الطاقة، وبالتالي هي مصدر أمان كبير جدا للطاقة، وفرنسا طبعا كما البلدان الأوروبية الأخرى تعتمد على الطاقة في اقتصادها. لذلك أنا أعتقد أنه لدينا فرص كبيرة جدا، وهذا ما أكده البيان الختامي في الاهتمام بقطاع الطاقة والتأكيد على التعاون في هذا القطاع، وخاصة في مجال تعزيز الطاقة النووية وتعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين النظيف في المملكة. وكذلك أكد على موضوع الربط الكهربائي واستفادة البلدين من الخبرات الموجودة لدى البلدين في استكمال مثل هذا القطاع، الذي نرى الحقيقة أنه هناك الحقيقة فرص واعدة جدا في موضوع نقل الطاقة، وخاصة بين بلدان منطقة الشرق الأوسط أو بلدان الخليج بالدرجة الأولى التي تتمتع بفائض كبير من الطاقة ولديها قدرات كبيرة جدا في هذا المجال، وبلدان أوروبا التي تتطلع الحقيقة إلى تعزيز موضوع قطاع الطاقة لما تعانيه الحقيقة وما نشهده الآن في هذا الوقت من مشاكل في قطاع الطاقة في 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 فرنسا. المملكة الحقيقة طبعا هناك توافق الحقيقة في رؤية 2030، رؤية المملكة 2030، وكذلك استراتيجية فرنسا 2030، ونعلم جميعا أنه هذه الاستراتيجية التي قرها ميكرون قبل تقريبا حوالي 6 أشهر اعتمدت بشكل كبير جدا على الاستفادة من ما حدث في المملكة، وكان هناك الحقيقة عدد كبير من الزيارات وتبادل المعارف أو المعلومات فيما بينهم إيجاد رؤية لدى فرنسا مماثلة لرؤية المملكة 2030، وهذا الحقيقة مدعاة للفخر المملكة أنها تصبح الحقيقة يعني مصدر للمعلومة ومصدر للمعرفة لدى دول متقدمة مثل فرنسا. نعم.